اليوم أسعد أيام حياتي، لأن اليوم ترارارا صار معاي مصاري. اليوم أخذت راتبي الشهري، واليوم رح يكون يوم أسطوري. رح أشتري أشياء جديدة، رح أسوي أشياء رائعة جدا جدا. هيني أنا وصلت على منزلي، منزل أحمد البطل. خليني أنا بدي أرن الجرس. افتحوا لي الباب. زعرور، سوسي، افتحوا لي الباب. يا والله انه كمبيوتر غبي، حاسوب غبي. شو هذا اللابتوب بالسيء البطيء؟ هذولا مش سامعيني، مش سامعيني. خليني افتح الباب. زي هيك زي هيك. مرحبا. ايه بابا وصل. بابا الكمبيوتر جدا جدا بطيء. ايه احمد وصل. يا احمد اللابتوب كتير كتير بطيء. يا احمد انا الان رح اخليكو سعداء كثير كثير. 1 2 3 ترارارا. بابا اخذ راتب الشهري، واخيرا واخيرا. والله هذا اليوم بنتظره من شهر كامل. وانا كمان والله يا سوسي. زعرور، روح جيب الولاعه من المطبخ بسرعه. ايه ليش الولاعه؟ يلا طيب انا رح ارد عليك يا بابا. احمد ليش الولاعه؟ شو بدك بالقداح انت؟ شو بدك بالولاعه؟ الان انا رح افرجيكي. شكرا لك كثير يا زعرور. زعرور جيب لي الكمبيوتر بالكامل، ارمي لي اياه قدامي. حسنا حسنا يا بابا. هي هذا زي هيك. هيني بدي ارمي لك اياه. شو بدك تسوي فيه؟ زي هيك. ولعته. جيب الشاشات بسرعه. يلا يلا يلا. سوسي اللابتوب بطيء. والله بطيء كتير كتير. جيبي لي اياه بسرعه. يلا بابا. زي هيك زي هيك زي هيك. ممتاز ممتاز. خليني ارمي انا الحاسوب هون، الشاشات هون. زي هيك وزي هيك. ولع الدنيا. نحن ولع كل المنزل. احمد دير بالك. هاي مثل هيك هاي اللابتوب، وهي اللابتوب زي هيك. الان رح نركب احنا السيارة ونشتري عفش جديد. بدنا نعبي هذا المكان، بدنا نضع هون اشياء جديدة، بدنا نشتري لزعرور كمبيوتر ولسوس لابتوب. رح نكيف كثير كثير. تعالوا معاي، خلينا افتح هذا الباب وهذا الباب، اركب هاي السيارة. بابا يلا يا بابا. يلا يا احمد. رح نروح رح نشتري الكثير والكثير من الاشياء الرائعة. بدي اشتري يعني حاسوب ولابتوب وكل اشي. هيا بنا على المتجر. واو يلا، هينا وصلنا على هذا المتجر. انزلوا وخذوا كل اشي بدكم اياه. استنوا 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 شوي، استنوا شوي. روحوا صفوا سيارتكم في الباركينج، في مكان اصطفاف السيارات. انا ما لي دخل، بدي ادخل انا، بدي اشتري شغلات. وانا كمان. هي انت انت روح روح جيب روح صف السياره كويس. طيب ماشي، هيني انا بدي اصف السياره في مكان الاصطفاف. هاي مكان الاصطفاف في هذا المكان زي هيك. ممتاز. خليني اروح انا على اليسار. رائع جدا جدا. خليني اصف هون. يا حبيبي تتذكروا هذا الكرسي ايام ابو فرفور؟ كان هذا النفق. زعرور شو بتسوي هون؟ يا بابا والله كانت ايام جدا جدا عصيبة يا بابا. ارجع اطلع ارجع. طيب ماشي يا بابا. خلينا سوينا زي هيك. اي سكرت هاي. رائع جدا جدا. صفيت كويس. نعم صفيت ممتاز على الاخر على الاخر. يلا بابا استناني استناني بابا. هيني انا اجيت. يلا اهلا وسهلا. احمد في اشياء كتير كتير حلوة هون. واو يلا. هاي هذا هو الحاسوب تبعك يا زعرور، حمل خذه. يلا يا بابا خليني اخذ هذا الحاسوب. يلا يا سوسي دور على لابتوب عشان اشتري لك اياه. يلا يلا. هيني انا جالسة بدور على لابتوب. دوري كويس كثير، يمكن مش في هذا القسم، يمكن في القسم الثاني. خلينا الف لفة كاملة. هيني اخذت الحاسوب يا بابا. ممتاز. اوه هاي جميع انواع اللابتوبات. هاي لابتوب جيمينج، لابتوبات عادية،
هدية، خذ الثلاث إلك هدية يا سوسي. واو يا سلام بابا، أنا اشتريت هذا السرير وكمان هاي هذا الحاسوب. طيب يا زعرور خذ راحتك واشتروا اللي بدكم إياه، هاي في هون أقلام يا زعرور. بدي أقلام، بدي أقلام، أنا بدي أقلام. أيوة طيب خذ. واي في هوني ضو، واي في هوني ثعلب صغير لعبة، شوفي كمان سوسي إذا بدك غسالة، واي نباتات. بدي من نباتات الصبار لأنهم نباتات رائعات جدا جدا جدا. هيني أنا دي أخذ هاي. أيوة يلا هين أخذنا هاي. خذي هاي الغسالة كمان يا سوسي، ممتاز ممتاز. يلا خلص هيك اتوقع كفاية اشترينا كل اشي احنا بدنا اياه. يلا تعالوا معاي. بابا استنى شوي، استنى بابا، هذول الاشياء المعلقة على الجدار انا بدي اخدهم شبوس عشان بكرة اخدهم معاي على المدرسة. طيب يلا خذهم خذهم، هذول غاليات يا زعرور اللي بيكونوا في هذول المتاجر. عادي بابا انت معاك مصاري، اخذت يعني راتبك الشهري صح؟ صح صح. يلا تعالوا معاي. شو هذا؟ استنى 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 بابا، بدي اللوح عشان اتعلم الارقام. بابا بدي اللوح هذا عشان اتعلم الارقام. طيب ماشي. احمد بدي هذا الفرن، ممكن اني اخذ هذا الفرن؟ طيب يلا خذيه خذيه. وهو يا سلام، شو هذا؟ طولتوا كثير كثير انتو. يلا شو اشتريتوا؟ زعرور سوسي يلا حط كل اشي معاكو على هاي الطاولة عشان المحاسب يحاسب كل الاشياء اللي اشتريت. هاي هذا اللابتوب، أيني أنا بدي أحط هذا اللابتوب هون هون هون. يلا وأيني أنا بدي أعطيك كل إشي أنا اشتريته. ممتاز ممتاز، رائع جدا 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 رائع. 50 60 ستاك، ستاكين، 3 4 5 ستاكات، هيني حسبتهم. يلا خذهم. ولك زعرور، ولك ولك يا كلب مش حاسب الحاسوب. ايه والله نسيته، والله نسيته يا بابا. هي يا عمو 6 ستاكات. ايه ما في عليهم خصم؟ طيب 5 ستاكات من الاموال. خلاص خليني اخذهم كلياتهم، خليني انا اعد كم من ستاك اموال معاي. 1 2 3 4 معاي 5 بالضبط. انا يا حبيبي يعني رح تصرف كل راتبك. يلا اعطوني اعطوني اعطوني، خذ خذ. يا سلام صار معاي كتير مصاري. وهو صار عندنا كتير اشياء رائعة. فلستوني يا سوسي، فلستني يا زعرور. يلا يا بابا حلو كتير قور، يعني الراتب الشهري شو الواحد بيسوي فيه؟ بيشتري اشياء حلوة للمنزل يا بابا. والله يا زعرور بيشتري شغلات حلوة كثير كثير كثير. يلا خلينا الآن إحنا نرجع على المنزل. يا سلام بابا، أنا ما بدي أعيش عندكم بالبيت، ما بدي ما بدي ما بدي. فهمني يا طفل كركوز، شو مالك فهمني؟ يا بابا قلت لك تبني لي ملعب كرة قدم هون في هذا المكان بدل المسبح، أنت ما بدك. أنا هذا المسبح ما بدي أشيله بتاتا بتاتا بتاتا. يا بابا افهم عربي، أنا غضب. ولك ليش هيك فاتح فمك زيكم طلع السنك يا كركور؟ بابا احنا عنا في المنزل نفسه مسبحين، ليش بدك مسبحين؟ يعني بتضلك تسبح؟ ما انت زي البس ما بتعرف تسبح، يعني انا اسوي لك زي هيك يا بابا؟ هاي 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 لا هاي هاي ما بعرفش اسبح. ما بعرف يسبح بالمرة ما يا بابا الان عرفت. هاي هذا المسبح ما راح انا اشيله ابدا ابدا ابدا، وسوي اللي بدك اياه. سوي اللي بدي اياه يا بابا. نعم سوي اللي بدك اياه، هذا المسبح ما راح ينزال ابدا ابدا. ما كنت متوقع انه هذا اليوم يجي ابدا ابدا ابدا. ايه شو هذا الصوت؟ شو هذا الصوت؟ يا ماما انا زعلان كتير من بابا، عشان تعرفي اني انا طلعت من هذا البيت بس
بسببه هو. خليني داخد سريري. هذا السرير انا اشتريت لك اياه باموالي. داخد العابي. هذول الالعاب انا اشتريت لك اياهم باموالي. بدي اخد ملابسي. هذول الملابس اشتريت لك اياهم باموالي. بدي اخد حالي. هذول ما اشتريت لك اياهم باموالي. روح الله معاك. هي استنى شوي، ما بصير هذا الكلام، ما بصير. ماما انا بحبك كتير كتير كتير، لكن انا الان لازم اني استقل. بابا قرفني حياتي، انا بدي اروح اعيش لحالي ببيت لحالي. انا بعرف ادبر حالي يا ماما، ثق في يا ماما، ثق في طفلي، رح اشتاق لك انا كتير. الى اللقاء، الله معاك، روح برا رجعه. طيب ماشي يا بابا. يلا انا الان شو بدي اسوي يا حبيبي؟ مع السلامه يا طفلي، مع السلامه. هاي نسيتنا على السريع، ما حكت ليش تعال خليك. بس خلص انا رح اعيش لحالي، وانا رح اعتمد على حالي، وانا رح اكمل حياتي لحالي. ركز ركز يا كركور، وين بدك تعيش؟ وين؟ هون ما في، بالليل بتصير تمطر. هون هذا منزل القديم بديش ارجع عليه. هون مطعم سوسي. وين؟ مرحبا 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 مرحبا، انا صار عندي كمبيوتر جديد رائع وانت لا. ياي وهو، شكلي عرفت انا وين بدي اعيش. وفي المساء هذا ما حصل. واو، اخيرا سوينا تعديلات اسطورية على منزلنا. زي ما انت شايفين غيرنا العفش، غيرنا الالوان، سويناه باللون الاخضر الرائع جدا جدا. نعم، ووضعنا حاسوب زعرور الجديد ولابتوبات سوسي. هاي اللابتوب الاول، لابتوب الثاني، وهي اللابتوب الثالث. والله يا احمد انهم لابتوبات اسطورية. وهي مغسلة سوسي جديدة. وشو كمان اشترينا يا زعرور؟ بابا اشترينا كتير كتير شغلات اسطورية. تعال تعال يا بابا، عبيت انا غرفتي اشياء رائعة جدا جدا. خلينا اشوف الاشياء. واو، شاري التلفاز هذا بدون علمي يا كلب. ايه والله يا بابا آسف. طيب يلا، المهم انك يعني اشتريت اشي مفيد. شوف شو اشترى، اشترى هذول وهذول، والله انه اشي رائع. بابا هي هذا اللوح عشان اتعلم عليه بابا. والله يا زعرور تتعلم عليه اشياء اسطورية. وهي الثعالب الصغيرة طمطمها مستوري، سعيدين جدا جدا. خلاص الدنيا صارت مساء، والان انا وانت يا سوسي لازم ننام لانه تأخر الوقت. وهذا السرير، اوه اشتريت سرير صحيح. نعم بابا، السرير اسطوري. يلا يلا يا زعرور، روح روح نام روح نام. طيب يا بابا تصبح على خير. خلينا ادخل على غرفة التعليقات. لا خلص، بكرة. والله خلص بكرة يا احمد. يلا خلينا احنا الان بدنا ننام، انا نعسان كثير كثير. تصبحون على خير. اليوم رقم واحد. صباح الخير صباح الخ. وين لوحي؟ طمطم بتعرف مين اخذ لوح ليكون بابا؟ مياو مياو. ايه ما بيعرف. استنوا شوي. والسرير الاخضر، وين اختفى السرير الاخضر؟ هاي سوسي، اشترينا احنا في غرفتنا شغلة مهمة كثير كثير، وين اختفت؟ استنوا شوي، شو هذا؟ ولا ما بعرف يا احمد. والله شي غريب زعرور، انت اللي اخذتها. ايش هي يا بابا؟ كان في هوني مكياج انا اشتريته امبارح لسوسي، وين راح؟ والله ما بعرف يا بابا. انا بدي انزل تحت عند لابتوباتي وبدي اشوف يعني اذا بيختفوا المكياجات ولا لا. خليني انا الان انزل عند اللابتوب الخاص فيي. يلا طيب يلا يا ماما، هيني انا الان بدي انزل معاكي. خليني اجلس انا على هاي الكنبة زي هيك تماما. وين اللابتوب اللي كان هون يا سوسي؟ ولا ما بعرف بابا، ليكون في حرامي بالمنزل. اليوم رقم اثنان. شو اللي بيصير في المنزل؟ في جن ولا شو؟
بابا كمبيوتر اختفى، احمد غسلت ولابتوب اختفوا. شوفوا الكمبيوتر اللي كان هون اختفى، والزريعة الصبارة اللي كانت هون كمان اختفت، والغسالة كمان اختفت، وكمان لابتوب سوسي الثاني اختفى. بابا شو اللي بصير في المنزل؟ شو اللي بصير؟ ما بعرف، من اول ما جبنا الممتلكات هاي كل اشي تغير، ما بعرف شو اللي جالس بصير، بس انا لازم ان اعرف اذا بقي الامر مثل هيك راح احنا نشكي للشرطة. والله يا بابا، او لازم احنا الان نروح نشكي للشرطة. هي لا، بكرة بكرة يا احمد، لانه يمكن احنا مش متأكدين. خلاص طيب يا سوسي، بكرة راح نشتكي اذا زادت السرقة في منزلنا. بابا انا زعلان. لا تزعل يا طفلي زعرور، اليوم رقم 3. يا بابا يا ماما، احنا فلسنا، الحرام نهبنا، ما ضل اشي في المنزل الا وسرقه. بعرف يا زعرور، شكيت للشرطة انا اليوم، والشرطة جالسين يدوروا عليه، دوروا في كل مكان ما لقوه. والله يا زعرور شو نسوي؟ سكرنا الابواب بالمفاتيح، سكرنا كل اشي كل اشي يا بابا. بعرف يا زعرور، شوف سرق التلفزيون واللابتوبات والغسالة والسفرة، بس ضايل يسرق سروالي يا بابا. ولك ضحكتني انت، وانا متجاعب بالي اضحك. خلاص زعرور سوسي لازم ننام، لانه ما في حل ثاني، الدنيا بالمنتصف الليل الان، لازم نروح ننام، وبكرة الشرطة رح يعطونا كل المستجدات. طيب خلاص، ما في حل ثاني، يلا طيب خليني انا اروح انام. يلا يا طفلي زعرور تصبح على خير. قبلك خلينا نقرأ في غرفة حتى سارق اجمل تعليق. والله سارق اجمل تعليق هذا الحرام الشرير. خلص طيب يا بابا، خليني انا ادخل هون في غرفتي وانام. شو بدي اسوي؟ والله انا ما في عندي حل الا انام. خلص خليني انا انام الان، لاني بصراحة مش عارف شو بدي اسوي انا. يلا يلا تصبحوا على خير انتو الان. مش عارف انام. سميني واحد مخنوق، سميني واحد مرمص، يا قلبي يا احلى الناس انت واحد جنجوري، سميني يا احلى الناس، سميني واحد مشنوق. ولك انت الحرامي. باه استنى استنى، ولك استنى استنى استنى، تعال تعال، هاي لمصلحتك لمصلحتك، تعال شوف تعال شوف. ولك من متى انت عايش هون؟ طردني بابا، انا جيت عايش هون. ولك شو هذا المكان؟ ولك يا كلب شو هذا المكان؟ لابتوب ماما، غسالة ماما، تلفزيون، الكنبه، شو هذا يا كلب؟ هذا هوني بسوي دوري ابطال الكاكا حبيبي. الله يقرفك، شو هذا المرحاض؟ كأس الكاكا هوني، انا لما اسوي بيبي بسوي كاكا كمان، بسوي مجسمات، شوف سويت بنطال، بيكاكس، اكس، شجرة، شبسة ليت، كل اشي. ولك يا كلب، طيب وين الكمبيوتر تبعي؟ والله انا كمبيوترك ما لقيت له مكان، فقررت اني اخبيه، هاي انا حطيت هوني اللوح تبعك. ولك يا كلب، حتى التعليق هذا التعليق من محمد، بحكي اني محمد من العراق، احبك هواي، انت وزعرور السوسي وامنيتي ترد علي، ان شاء الله توصل 50 مليون مشترك، احبك، واحنا بنحبك محمد كتير كتير. هيدك تشتح احكي لأبوك صح؟ ولك احلاش هذا المكان، مقر سري مقر سري، خد هاي هذا المكان اللي رح نضلنا نسرق ونحط فيه، وكمان هذا يعني مرحاض. ولك انت واحد مجنون، ولك انت اكتر واحد مجنون بالعالم يا 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 كركور، والله بصراحة انت مجنون. طيب خلاص سكر هذا المقر السري، ما رأيك في هذا المقر؟ هاي الصور، هاي كل اشي. ولك شو هاي الصورة؟ هاي لانك بتحب المعلم نونو. الله يقرفك، ما بحبها انا بالمرة. خلاص هذا المقر السري الخاص فينا انا وكركور. نعم نعم.